طيب زوج أختك سمير أيضاً الله يرحمه. الله يرحمه، يعني موقعه هو بحياتك أيضاً. يعني أنا كنت صغير بذاك الوقت، بس كنت أنظر لك قيمة عليا. يعني هو ابن خالي الكبير وخريج كلية الزراعة، هم أولاد خالي اثنين راحوا بالحرب العراقية الإيرانية. سمير كان ملازم أول ضابط جيش وأمير، فقد لحد الآن ما نعرف مكان. سمير كان زوج أختي الكبيرة، فإحنا بذاك العمر يعني من واحد عمره 12 سنة و13 سنة و14 سنة ينشد مثالا أمامه، ربما هو غير موجود لكن يضع هذا المثال في شخص. فكان سمير مثال للشاب الجميل الضابط الشجاع المحترم. أيضا كان يعني فقده سنة 85 كان صدمة كبيرة كلش، يعني غادرنا بشكل مبكر.